تعالوا نرجع كده لسنة ونص تقريبا، وتحديدا في يناير 2020 انطلقت في ذلك الوقت المبادرة الرئاسية لإحلال وتجديد المركبات المتقدمة. المركبات دي اللي تم على صنعها تقريبا 20 عام. النهاردة تم الإعلان عن أن أكثر من 20,000 مواطن استفادوا بالفعل من المبادرة الرئاسية دي واستلموا سياراتهم الجديدة. السيارات دي بتعمل بالغاز الطبيعي. خلونا نعرف تفاصيل أكتر مع دلوقتي الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات. مساء الخير يا فندم. دكتور طارق، أنا سامع سعادتك يا فندم. حضرتك سامعني؟ سامعك يا فندم. طيب قول لي بقى إيه اللي حصل في المبادرة لغاية دلوقتي؟ مين استفاد وإزاي؟ وهل الإحلال ده الغاز الطبيعي بيتم إحلال ما بين بدل البنزين ولا بدل السولار كمان؟ نقول ان المبادره منذ انطلاقها في يناير 2021 ومنذ اطلاقها السيد رئيس الجمهوريه كان الهدف منها الاساسي هو ان يتمتع المواطن المصري بالحصول على سياره جديده موديل العام بديله عن سيارته المتقدمه التي مر على تاريخ صناعه 20 سنه فاكثر. ولذلك كانت المبادره قد اتاحت الموقع الالكتروني خصص لتسجيل المواطنين عليه بغرض استبدال سياراتهم. هذا الموقع يسمى جو جرين مصر. باللغه العربيه يستطيع المواطن انه يكتب الموقع الالكتروني للمبادره، هيطلع له الموقع، وعبر بعض الاجراءات الخاصه بتسجيل بيانات سيارته القديمه وبيانات الرقم القومي الخاصة بمالك السيارة يستطيع المشاركة، ومن ثم إنهاء الإجراءات باختياره لسيارة جديدة من السيارات المعروضة داخل المبادرة، وعبر بعض التسهيلات والتيسيرات اللي المبادرة بتتيحها للمواطن يستطيع أنه يحصل في نهاية الأمر على سيارة تعمل بنظام الوقود المزدوج أي البنزين والغاز الطبيعي بديلة عن سيارته القديمة. السيارات القديمة دي معظمها بتشتغل بالسولار يا فندم ولا بالبنزين؟ أيا كان نوع الوقود اللي بتستخدمه السيارة، لكن احنا يكون الهدف الأساسي أو الشرط الأساسي أنه يكون مر على تاريخ صنعها 20 سنة فأكثر. يحق للمواطن في هذا الإطار المشاركة في المبادرة وإحلالها بسيارة جديدة موديل العام تعمل بنظام الوقود المزدوج البنزين والغاز الطبيعي. طيب هل من المستهدف القضاء على السيارات اللي بتعمل بالسولار، باعتبار ان طبعا السولار يعني غير ان هو غالي ومكلف بالنسبه للدوله، هو ايضا ملوث للبيئه وضار جدا بالصحه، فلو الناس عندها هذا الوعي هل من الممكن ان يتم احلال يعني السيارات بسيارات اخرى بالغاز الطبيعي؟ هل هذه خطه مطروحه؟ بالفعل المبادره منذ بدايتها في يناير 2021 تم تقدير المرحلة الأولى لها لمدة 3 سنوات، وعبر ال3 سنوات تم تقدير إحلال حوالي 250,000 سيارة ما بين الملاكي والأجرة بنوعيه التاكسي والميكروباص، بغض النظر عن استخدام هذه السيارات لأي نوع من أنواع الوقود، ولكن كما ذكرنا بشرط أن يكون مر على تاريخ صناعة 20 سنة فأكثر. لكن أقل لا. بالظبط يا فندم. طيب احنا بنقول ان كل سنه بيمر على عمر المبادره سنه بيمر معاها عربيات مر على تاريخ صناعه 20 سنه، وبالتالي يحق المشاركه في اي وقت طالما استوفى هذا الشرط. طيب هل في حصر لعدد المحطات الغاز الطبيعي؟ يعني احنا طبعا بنزود السيارات اللي بتستفيد من الغاز الطبيعي، فهل في حصر لعدد المحطات اللي بتستخدم الغاز الطبيعي؟ وهل المواطن بيحتاج اكتر مع زياده المراحل اللي بتقدم فيها سيارات بتعمل بالغاز الطبيعي؟ بالفعل منذ بدء المبادره كانت هناك بطبيعه الحال دراسات جدوى لامر المبادره والمشاركات فيها، وبالتالي نحن بدانا ب7 محافظات هي القاهره والجيزه والقليوبيه والاسكندريه والسويس والبحر الاحمر وبورسعيد. هذه ال7 محافظات كان لديها البنية الأساسية للمبادرة، وأهم هذه الأسس في البنية الأساسية هي توافر عدد مناسب من محطات التموين الغاز الطبيعي في هذه المحافظات حتى يتلائم مع أعداد السيارات التي يتم إحلالها والسيارات الأخرى التي تشارك عبر استخدام الغاز الطبيعي. وهذا الأمر يعني طبقا للتكليفات الرئاسية الدائمة بتوسيع قاعدة المشاركة، هناك بالفعل الآن على أرض الواقع
بعض الإجراءات والخطوات اللي بتتخذها بعض الجهات المعنية شركاء المبادرة زي وزارة البترول، وزارة التنمية المحلية، وزارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة، بالمشاركة مع وزارة المالية في إعداد باقي المحافظات على مستوى الجمهورية للمشاركة. وبالفعل قد تم منذ عدة أيام مشاركة محافظات، كل من محافظة الأقصر وأسوان، وتابعهم بعد ذلك أيضا مشاركة مدينة شرم الشيخ. نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات.